اختتمت اليوم الاثنين 11 من شهر دجنبر الجاري فعاليات الحملة التحسيسية التي قادتها كلية الشريعة بفاس بشراكة مع شركة سيتي باس وعدد من الفعاليات المدنية، والتي تهدف إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى المحافظة على الثروة المائية وترشيد استعمالها بعد أسبوعين زارت فيهما أعمق مناطق جهة فاس مكناس. الحملة ختمت جولتها اليوم بالمارينيين بفاس، وذلك بتنظيم حفل شرفي تخلله ورش للأعمال اليدوية أبرز فيه المشاركون والطلبة المنخرطين في الحملة أعمالا فنية اختارت القضية الفلسطينية موضوعا لها. يشار أن الحملة زارت العديد من مناطق الجهة في محاولة قوية لتسليط الضوء على أهمية الماء وضرورة تحسيس المواطن بقيمته وتدبير استعمال هذه المادة الحيوية.